موجز الأخبار من قناة التن من القاهرة، أهلا بكم مشاهدينا. يترأس اليوم رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع الحكومة الأسبوعي لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية والتي تهدف لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع عرض تقرير من وزيرة الصحة هالة زايد حول ما تم من إجراءات لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تهدف للقضاء على فيروس سي والأمراض غير السارية. يتوجه اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة البلغارية صوفيا في زيارة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. تتضمن الزيارة إجراء مشاورات حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على ضوء الأهمية التي توليها مصر لتوطيد العلاقات مع شركائها في شرق أوروبا. اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي مخيم شعفاط للاجئين شمال شرق مدينة القدس، وهددت قوات الاحتلال بهدم عشرات المحلات التجارية بزعم البناء دون ترخيص لتدخل حيز التنفيذ بعد 12 ساعة من تاريخ الإخطار. يأتي هذا في وقت شهد فيه المخيم مواجهات عنيفة خلال اقتحام قوات الاحتلال له وتوزيع الإخطارات، حيث ألقت القوات الإسرائيلية قنابل صوتية وغازية بصورة عشوائية. جددت الحكومة اليمنية مطالبتها لمجلس الأمن الدولي بإدانة انتهاكات الميليشيات الحوثية للقانون الدولي الإنساني في محافظة الحديدة، داعية المجلس بالضغط على الميليشيات لوقف الانتهاكات التي تسببت بمعاناة إنسانية كبيرة للمواطنين. هذا ومن المقرر أن يصل المبعوث الدولي الخاص باليمن مارتن جريفيث إلى صنعاء اليوم للتحضير لجولة جديدة من المشاورات التي ستستضيفها السويد مطلع الشهر المقبل. أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أن العراق ليس جزءا من منظومة العقوبات الأمريكية على إيران، مشيرا إلى أن بلاده ليست جزءا من أي عدوان على دولة أخرى وأنها لا تقبل أي إملاءات من قبل الجانب الأمريكي. وكانت السفارة الأمريكية في العراق قد أعلنت قبل نحو أسبوعين أن بإمكان العراق مواصلة استيراد الغاز من إيران لمدة 45 يوما لحين إيجاد مورد بديل. يبدأ اليوم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارته الرسمية إلى فرنسا تلبية لدعوة الرئيس إيمانويل ماكرون. ويبحث ولي عهد أبو ظبي والرئيس ماكرون العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات خارطة الطريق الثنائية التي تم الاتفاق عليها خلال زيارة ماكرون إلى أبو ظبي في نوفمبر 2017. وتشمل خارطة الطريق تعزيز التعاون في محاربة الإرهاب ومكافحة التطرف، كما سيناقش الجانبان خلال الاجتماع آخر المستجدات في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سوف يلتقي بولي العهد السعودي محمد بن سلمان حال حضور الأخير قمة العشرين بالأرجنتين نهاية الشهر الجاري. وأشار ترامب إلى أن السعودية ساعدت الولايات المتحدة في إبقاء أسعار النفط منخفضة، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية. دمرت بيونغ يانغ 10 مواقع حدودية بالمتفجرات في المنطقة المنزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة في مرحلة جديدة بمسيرة التقارب الجارية بين الكوريتين. وقالت وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية إنها دمرت مواقع الحراسة وفقا لما هو متفق عليه، حيث اتفق الطرفان على تدمير 11 موقع حراسة داخل المنطقة المنزوعة السلاح بشكل كامل مع الإبقاء على موقع حراسة واحد. أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن الدولي الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس في العاصمة الأفغانية كابول، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا وإصابة نحو 83 آخرين. وأضاف غوتيريش أن الهجمات المتعمدة على المدنيين تشكل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا وحكومة أفغانستان، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. الموجز في أمان الله.